خليك فيت خليك فيت خليك فت مستمعينا الكرام، تتدلق فت وتكون مثل ما بيقولوا بالوزن السليم الهيلثي الصحي يا فراس. زي بالضبط. ايوه انا قد ما عم يعني شكلي قد ما عم نق عليك حيختفي الكرش. هقول لك شو عامل؟ قال والله سيلفا بتنق. طيب خلينا نوجه تحيه كثير كبيره عوده لفقره خليك فت. مثل ما بتعرفوا يوم الثلاثاء دائما بيطلع علينا الكابتن محمد عباس. الاسبوع الماضي حكينا عن الاوجاع بعد الجيم، اليوم اختار لنا الاوجاع اللي بتصير بالركب، صح كابتن؟ صباح الورد. صحيح، صباح الخير. صباح الجمال. مين استمعاتي؟ اهلا وسهلا. انت عارف عنواننا اليوم يا كابتن؟ عنواننا اليوم انا ركبي حديد. حلو حلو حلو. فين بعد الامام اللي يقول للاهلي حديد؟ أيوه. انا ركبي حديد يا عيني. انا ركبي حديد. تفضل. انا ركبي حديد. طبعا قبل ما نستهل الكلام في موضوع الركبة، الموضوع مهم جدا. انا على فكرة اليوم سويت ديتوكس، قاعد اسوي ديتوكس، انا بدأت ديتوكس. انت عارفاني كل ثلاثة شهور اوكي، لانه هديك المرة ادق لك عاملها اليوم اول يوم. لا بس هديك المرة بتذكر قلت لي عبلشت ديتوكس 6 ايام. ايوه لازم كل 3 شهور كذا اسوي واحد ديتوكس 6 ايام. يعني كصيانة دورية، عارفة؟ اوكي. ايوه بس حبينا نذكر يعني بهذا الموضوع. حلو كابتن، نحن كثير من الناس قبل ما يسوي ديتوكس يسوي ديتوكس مثلا يقعد اسبوع او اسبوعين، وبعد اسبوعين من الان الله ياكل بركة. أيوة. سبحان الله. سبحان الله. لا مش دائما يعني، بس انه يعني ديتوكس كويس. انا ديتوكسي خضار وفواكه، وزي ما قلنا مره تكلمنا سريعا عن الناس اللي تقول انه طب فين البروتينات وفين النشويات، كيف الديتوكس كذا؟ وقلنا في فواكه وخضار فيها بروتينات وفيها نشويات. بروتينات زي الموز مثلا والافوكادو والاشياء هذه موجود فيها. على اي حال بالنسبه لالام الركب، كثير من الناس يشتكي من الام الركب. ويجي يمشي على السير يقول لك السير وجع الركبة، او يمشي برا يقول لك ركبي تعورني. طب ايش اسوي؟ ايش الحل؟ الحل بسيط جدا. اول حاجه اشياء كذا سريعه ممكن واحد يسويها. لو انت بتمارس رياضه المشي على السير اللي في النادي. أوكي. لما تمارس رياضه المشي على السير اللي في النادي، طبعا اي المشي عموما يعتبر لو امباكت يعني تصادم. ففي تصادم، اي حاجه اسمها لو امباكت يعني في تصادم على المفاصل على الركب. الهاي امباكت اللي هو زي القفز هذا يعتبر هاي امباكت. الستيب ايروبكس يعتبر هاي امباكت. فاحنا هذه لو امباكت. المشي العكسي يفيدك، يعني انت طلعت على السير قاعد تمشي ثلث ساعة، بعد ما تخلص مشيك هذا او نص ساعة حقتك سوي مشي عكسي. سوينا احنا حلقة مرة عن المشي العكسي، يعني عكس، يعني وقف العكس، اعطي ظهرك للوحة حقت التحكم في التريدميل وامشي بهذه الطريقة. طبعا في ناس حيطالع فيك، ممكن انا ذاك اليوم كنت قاعد اسوي مشي عكسي، في واحد ضحك قال لي انت واخذ الدنيا من ورا ولا ايه؟ يعني انت كيف ماشي بالراوي؟ ولكن طبعا هذا المشي كويس للاوتار وللاربطه المحيطه بالركبه. عم نشوف والله في هيدي حتى على التريدميل صاروا يمشوا كمان تحرق سعرات حراريه، وطلعت منيحه انك تمشي بالقلب او لورا. اوكي، منيحه للركب. ممتازه وبتريح الركب جدا. وبعدين الواحد برضه هو بيمشي عادي للامام، ما يقعد ماشي على وتيره واحده وليفل واحد. يا اخي اطلع على الانكلاين شويه، اطلع ارفع شويه التريدميل، سوي انكلاين، هذا حيغير نقط الضغط. تسلق يعني، تسلق. بالضبط يعني هذا. وبعدين في تمرين حلو اسمه اعتصار الركب، اعتصر ركبك. شلون؟ انا افرد رجولي مستقيمه تماما، ممكن وانا جالس افرد ركبي تماما مستقيمه، اشدها وبعدين مشط الرجل ارفع لفوق. هذا تمرين جدا مفيد للركب. هذا لازم نكون قاعدين على الارض صب طبعا، صح؟ ممكن على الارض، ممكن الواحد جالس عادي على الكرسي يرفع رجوله فوق. أوكي. مستقيمه تماما، يفردها قد ما يقدر، وبعدين يرفع مشط رجله لفوق لعنده، يجيبه لعنده. هذا اسمه اعتصار الركب. هذا تمرين جدا مفيد للركب. والله شدد من الألم. برافو برافو كابتن. ايوه، كما انه الله يكرمك الجزمه الواحد يستخدمها لازم تكون جزمه مخصصه للمشي او للركض للجري. يعني بس يعني تشتروا شوز للرياضه دائما اساله هل هذا للركض للجيم للمشي؟ نعم. لازم نسال. في ناس كثير بس اي شيء هذا غلط.
لكن هذا الجسم الله يكرمكم فيها خاصيه امتصاص هذه الصدمات فيخف الامباكت على الركب. هذا مهم جدا جدا. وبعدين لابد في الاخير الواحد يسوي تمارين تقويه عضلات الرجلين. الالام الناتجه على الركب جزء منها بسبب انه ضعف عضلات الرجول. المشي لوحده لا يكفي، لازم الواحد يسوي تمارين سكوات، يسوي تمارين تقويه للفخوذ اللي على الجنب، الفخوذ الخلفيه اللي هي اللي يسموها الهامسترينجز، هي الفخذ الخلفي، الفخذ الامام اللي هي الكواد ماسلز. هذه كلها لازم تشتغل. البطاط لما الواحد يشتغل هذه مجموعه العضلات في الرجول حيخفف عليه الام الركبه. واخيرا الوزن، كل ما الوزن زاد وكان الواحد اوفر ويت كل ما عانى من الام الركب. لذلك لابد الواحد يسوي دايت وينزل وزنه للوزن المثالي قدر الامكان عشان يتخلص من هذه الالام او تخف على الاقل. طيب جميل كابتن. نحن انا ما انا عارف سيلفا ما عندنا وقت، لكن بس اسالك على السريع حقه الدرج، الدرج هذا اللي موجود في النادي الستاب ايش وضعه في الركب؟ هذا ممتاز جدا، هذا يعني حيكون تاثيره اكثر على الركب اكثر من المشي، يعتبر شويه هاي امباكت ولكن طبعا بقوي عضلات الرجول. احنا في الاخير ننصح ان الواحد اذا عنده الام في الركب ما هي قاعده تخف يشوف الطبيب، طبعا لابد يشوف دكتور، ولكن الالام هذه اذا بتخف مع التمارين الرياضيه ومع تمارين الاحماء ومع الاطاله المعنى هو ماشي في طريق سليم. جميل جدا كابتن، ابدعت اليوم، بدنا المفاصل بكره الاسبوع الجاي. طيب ناخذ من الجسم حته حته ماشي ونتكلم عليها. كابتن محمد عباس يعطيك الف عافيه، تابعوه بليز، نزلنا هيدي المعلومات على حسابك بروسلي 500 على الانستغرام، لك فتره ما عم تنزل ملتهي عم تظهر معك. لا 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 الان حنزلها الان، انا اليوم حسوي لك، انا عارف انه عم بس بيطلع لك اجازه مش مشكله، روح اظهر وكذا الان ساعه وتكون عندي ان شاء الله. شكرا للكابتن محمد عباس يعطيك الف عافيه. احنا نرجع نستكمل مشوارنا نحن وياكم احدث التاريخ من بعد هذه المحطه الغنائيه.